السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدمكم واحد الحلقة لفريدة من نوعها، وهي أسباب موت الأرانب بعد الولادة. كنت سبقت واحد الفيديو سابق هضرت على موت الأرانب داخل يعني داخل البطن ديال الأم، يعني الأجنة. دابا لا، غادي نهضروا على أسباب موت الأرانب بعد الولادة. كاين اول حاجه هي ارتفاع درجه الحراره في فصل الصيف، وكاين انخفاض ديالها في فصل الشتاء. يعني خص الجو يعني توفروا الارانب ديالكم واحد الجو يعني مزيان، يعني درجه الحراره خصها تكون تقريبا ما بين 18 الى 20 او 22 درجه، وذلك للحفاظ على صغار الارانب. يعني ماشي تشوفوا الصغار ديال الارانب وتقولوا صافي راهم بحال الكبار، لا، هما كيكونوا حساسين وباقيين عاد الحيمات، ما خصهمش يكونوا يعني يحسوا بالبرد القارس او يحسوا ب ب ب ب ب ب ب يعني بالحراره الزائده اكثر من الحد. اذا هذا بالنسبه لدرجه الحراره. ثانيا، كاين ارتفاع نسبه الرطوبه كيؤدي الى زياده احتماليه الاصابه بالعديد من الامراض. كاين عاوتاني عدم توفر تهويه جيده، مما ينتج عنه تراكم الغازات الضاره في مكان تربيه الارانب، مثل واحد الغاز اللي معروف وهو غاز الامونيا، وكاين حتى واحد الغاز اخر كيتنتج عدم التهوية وهو ثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء لاش كيؤدي إلى إصابة الصغار ببعض أمراض الجهاز التنفسي، وكتموت بعد الولادة بأيام قليلة. يعني ردوا بالكم من هذه القضية ديال التهوية. كاين واحد القضية واحدة أخرى، وهي عدم التغذية السليمة من الأمهات، يعني الأمهات الأرانب. ايضا كينتج عليه نقص كميه انتاج اللبن اللازم لارضاع الصغار، لذلك يجب تقديم اعلاف طبيعيه عاليه الجوده وتكون خاليه من المواد الحافظه اللي كتكون من المواد الحافظه، كتكون من مواد كيميائيه كتضر هذوك الصغار. ويجب في الحقيقة أن يكون العلف المقدم للأرانب الأمهات غني بنسب عالية من البروتين والألياف والأملاح المعدنية، باش تستطع الأم أنها ترضع الصغار ديالها. والحقيقة بغينا نطرقوا لهذه القضية هذه، ونظرا للغش ديال الشركات في الأعلاف والسيكاليم، باش كننصح في الحقيقة، كننصح كل مربي أنه يصنع ويحضر السيكاليم ديالو في المنزل ديالو، أنه يحضر واحد الخلطات، يعني خلطة راني داير واحد الفيديو ديال السيكاليم طبيعي في المنزل، وهاد الخلطات خاصها تكون في الحقيقة طبيعية، ما فيهاش المواد الحافظة وما فيهاش شي مواد كيميائية اللي كتضر لنا الأرانب ديالنا والصغار ديال الأرانب ديالنا. وخاصها تكون بواحد النسب محدده، يعني ماشي تكون تشوفوا الحاجه الغاليه ديروا منها شويه والحاجه الرخيصه ديروا منها بزاف، لا، خاص داك الشيء يكون راني عاطي واحد النسب، يعني 25% 25% 25% من الحاجه. وفي الحقيقه ممكن تحضير خلطات من هذا النوع بسهوله، يعني ماشي صعابين، وخاصكم تضيفوا ايضا الفيتامينات واملاح الاملاح المعدنيه في الماء، باش كتعطي المفعول الحيوي والطاقي ديالها في جسم امهات الارانب. يعني هاد الحلقه في الحقيقه هي مخصصه لاسباب موت الارانب بعد الولاده، ولكن في الحقيقه الا بغيتوا الامور تكون مزيانه خصكم تحافظوا على الامهات بواحد الشكل كبير بعد الولاده، باش يقدروا انهم يستطيعوا يردعوا الارانب ديالهم ويكونوا بصحه جيده. كل ما كان الامهات بصحه جيده كل ما كان الارانب يعني
تهما غادي يكونوا صادقين. علاش؟ لان التغذيه مني كتجي من عند الامهات. يعني حاولوا انكم تحافظوا على الامهات وتعطيهم واحد التغذيه سليمه. حيدوا عليكم قضيه ديال السيكاليم، لان راه الناس جربوا السيكاليم باختراس كيخرج يعني ضايع، باختراس كيخرج مزيان. ملي كيخرج ضايع كيضيع الخلفات، كيضيع امهات. كاين باختراس ما كيكونش ديال التسمين، كيكون خاص غير ديال الحليب وكيديروه ديال التسمين، يعني على حسب الشركه يعني سمو اش دارت. اذا حاولوا انكم تفهموا هاد الاشياء وتخدموا طبيعيا حسن ما تخدموا كيميائيا. اذا الحلقه ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.